حديث لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، هذا عند الإمام أحمد وفيه ابن لهيعة، ولكن ليعلم أن ابن لهيعة ضعيف إلا من رواية العبادلة عنه، ولذلك فهذا الحديث من رواية قتيبة ابن سعيد عن ابن لهيعة، وتكون روايته صحيحة، ولذلك يتنبه من قرأ في كتب الألباني رحمه الله فإنه يضعف هذا الحديث لوجود ابن لهيعة، لكنه تراجع وذكر ذلك في السلسلة الصحيحة لأنه من رواية قتيبة ابن سعيد عن ابن لهيعة، لا سيما وأن هناك مرسلا يشهد له وهو مرسل عروة ابن الزبير.